تفجيره وتدميره فيديو جديد في الحاجة. ما انا دخلت على الكومنتات على الفيديو الاخير اللي كنت بنزله اللي هو الفيديو بتاع ميدل اوف اونر 2010 عشان اشوف بقى الكومنتات. يعني قلت جايز ناس تقترح عليا العاب جرافيك عادي من نوعات دي العبها او حاجة كده. اتلاقيت واحد اسمه يحيى كاتب لي العب باد برانتنج، فقلت ماشي اشوف كده. لا يمكن دي لعبه جديده 2024 نازله ولا حاجه وحاجه جرافيك عليه كده انا ما سمعتش عنها ولا حاجه، اشوف الموضوع ايه ونجربها. فببص اتلاقيت اللعبه اللي قدامكم ديت. يعني انت شايف انا عندي بلعب العاب جرافيك عالي وتقول لي كده بكل جرأه بكل ثقه العب باد برانتنج؟ يا جدع ايه ده؟ ده انا الناس كانت بتطلب مني العب ماينكرافت وكنت برفض. العب باد برانتنج ماشي هنشوف الباد برانتنج. الغريبه ان انا لقيت اللعبه دي عامله ضجه ويوتيوبرز كتير بيلعبوها. طب ايه الفكره يعني؟ مش فاهم ده انا عيني زغللت. وبعدين اللعبه بص مكتوب 2002، انا فكرت اللعبه من 2002 ولسه مشهوره الايام دي ولا حاجه. طلع ده اسم الفريق اللي عامل اللعبه اساسا. تعالوا نشوف باد برانتنج بس حطوا لايك يا جماعه. التربيه السيئه، اللعبه اسمها التربيه السيئه. ماشي تعالوا نشوف باد برانتنج. ايه يا جماعه الجرافيك؟ والله عيني زغللت. الموسيقى دي البدايه غريبه اصلا. الباب ده ما بيفتحش ليه؟ ما تهببوا على عينكم تفتحوا الباب. افتحوا الباب ده، الباب مش عايز يفتح ليه؟ يا باي عمالين يرزعوا في الباب وفي الاخر بيفتحوا بشوط فيه عفريت. ايه يا مامي؟ ايه ده منظر امي ده. ايه ده؟ امي تاخرت ثانيه اللي هو انا بقول لها يعني انت تاخرتي. طب ماشي وبعدين؟ ماما وماذا في ذلك كنت مشغوله في العمل؟ لا براحتك يا ماما، براحتك يا حبيبتي. لا اشفق علي. الله براحتك خالص، انا كلمتك براحتك خالص. بس النهارده عيد ميلادي، طيب ما افتكرني باي حاجه كده. بالطبع. ايه المعامله البارده دي؟ ده مش تربيه سيئه، ده ما حصلتش. ايه ده؟ ده اقول لك انك بتكلم واحد غريب. تخيل انت امك تقول لك كده، تقول لها عيد ميلادي يا ام، تقول لك بالطبع انا عارف. ايه ده؟ مش كده؟ وبعدين دي منظر امي ده جدعان؟ ايه ده جدعان؟ اذا ايه؟ طب فين هديتي يا ماما؟ طب انت عارفه فين الهديه؟ جايه فاضيه ليه طيب؟ بتهرش في دماغها ليه؟ اول ما قلت لها فين هديتي اهدى، عملت خرصه خالص. في ايه الاستعباط ده؟ ما بيمشيش عليا يعني. هل سمعت عن سيد الوجه الاحمر؟ يعني انت بتخضيني مثلا عشان ما اطلبش الهديه ولا ايه؟ مش فاهم يعني، مش فاهم. يعني سيد الوجه الاحمر دوت لما بيكون في حفله عيد ميلاد بيسيب للاطفال المهذبين هديه وهم نائمون. يعني انا المفروض اسكت يعني وما اطلبش الهديه عشان ابقى طفل مهذب ولا ايه؟ مش فاهم. هديتي فين؟ بص الولد مش مصدق، يعني حاسس ان امه بتشتغل بجد. فمامته بتقول له طبعا بتاكل بعقله حلاوه يعني. يا سلام، ليه عبيط انا؟ عبط احنا يا عصام؟ يعني انا عشان اخد الهديه بتاعتي المفروض اروح انام بسرعه؟ ليه بقى؟ ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ انت مفكره نفسك بتعاملي طفل ولا ايه؟ بتعاملي طفل فعلا. خلاص ماما انا هروح بقى للسرير عشان ايه؟ اخد الهديه بتاعتي، احلم بالهديه بتاعتي. ايه ده؟ ده الطفل؟ يعني ايه ده؟ امه في ايه؟ ولا ده سيد الوجه الاحمر ولا ده ابوه؟ ده ليه حق ليهم؟ ليه حق الولد يطلع مش متربي؟ ده منظر. ايه ده يا جماعه المنظر ده؟ ايه ده؟ الاب بقى بيقول لام ايه؟ تخدعي الواد تاني؟ وكم مره جيت المنزل متاخره وعماله تقول له يا اشفق عليا ومش اشفق عليا؟ يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ يعني وبعدين هنبدا نلعب نتهبب على عيننا؟ نلعب امتى طيب؟ طيب يعني خلاص كنت شغاله وانهيتي نوبه عملك متاخر؟ مفيش مشكله. حد الاب بيقول لها حرام انت بتتكذبه يعني. بيقول لها انت مفكرين ان انا لسه احمق مش كده؟ ايه ده يا عم انت خضتني انا؟ بتقول لي انا قاعدين في ايه ده؟ انا؟ طب ده انت لسه بتقول لها ما بتخدعنيش، بتشتمني ليه؟ ده ايه ده يا جماعه؟ لا تقف احاديث كبار. ايه انا عايز هديتي؟ انا مالي؟ انا مالي بيك وبيه؟ انا عايز هديتي. يالا انت قصدي. خلاص هروح انام انا اسف. ده ايه ده؟ بدأنا؟ والله اللعبة دي بتفكرني بلعبة زمان كده اللي هي لعبة سات ستان، لعبة الديب ويب اللي كان فيها الناس بتتلبس دي. والله شكلها شبه يعني. ده مش منظر، ده منظر اب، الاب باللباس. فاللي ده منظر وبعدين رجليه عاملة كده ليه؟ ايه ده يا جماعة؟ يا عم انت في ايه مالك؟ عامل كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟
يا جماعة والله عيني زغللت، انتوا اصل هي دي لعبة المفروض اصلا للايفون، فعلى شاشة الايفون ماشي الشاشة الصغيرة هيبقى ريزوليوشن كويس، انما انت اللعبة على البي سي هتبقى يعني دنا اهو. تمام، انا بقى المفروض هقعد ادور على الهدية ولا ايه؟ دي قطة اهي المفروض اروح انام. طب انا اطلع على السرير ازاي؟ ده السرير اعلى مني، لازم اجيب ازق بقى الكرسي. ايه ده دخلت جوه الكرسي؟ لعبة غريبة جدا يا جماعة. ايه ده الباب؟ نفتح الباب. الله، في ايه هنا؟ انا هدور على هديه. ايه اتخضيت والله. طب ليه الباب قفل لوحده؟ ليه هو لازم كده؟ دي لعبه رعب ولا ايه يا جدعان؟ ده في السرير هنام بجد؟ انا سمعت الكلام اهو عشان اخد الهديه بتاعتي. فين الهديه بقى؟ اما اصحى، اما اصحى بقى، انا نايم اهو. موسيقى حلوه رومانسيه حاجه يعني، مفيش بعد كده. اقوم بقى ولا ايه؟ طيب زهقت. ايوه بينا، نعست خلاص انا كده نعست. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ مش كده يعني، مش كده يعني في ايه ده؟ لا نعست مش كده، ده ما في ايه ده؟ صوت البرق خضني. ايه ده يا جماعه؟ ده في دي الام جايه ولا ايه؟ ما انا نمت اهو، ما انا سمعت يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ده سيد اللي بالوجه الاحمر ده ولا ايه؟ مين ده يا مامي؟ مين ده؟ ده بتاع الوجه الاحمر اهو، لا تكون امه هي اللي لابسه القناع ده وبتشتغله. طب استنى، انت عايزه ايه؟ يا لهوي يا لهوي، ده هي بتشتغلني عشان ما اطلبش الهديه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ اوف، الصبح صبحه. طيب هي حطت حاجه في الدولاب؟ تكونش حطت الهديه؟ ايه ده، دي الهديه ولا ايه؟ انا خايف فرقع في وشي، ده منظر هديه؟ يا خبر، ناخد ولد. هل هذه هديه من سيد الوجه الاحمر؟ صح، هل ممكن يكون، ما انا علمت بسيد الوجه الاحمر وهو داخل بالليل، هل ممكن تكون دي الهديه؟ مستحيل. طب انا خدتها اهو، سحر ده ولا ايه؟ اهلا، انا الدميه بتتكلم. يا خبر، انت بتتكلمي ازاي؟ ايه ده؟ بالطبع فانا مصنوع من السقف اهو فعلا. تملك حتى يعني هي شبهه، هي العروسه دي شبهه. الله، عاملين سحر للولد ولا ايه؟ صنعني سيدي لاجلك فقط. اوبا جدعان، ناويين للولد على ايه؟ لكن عنقك مرتخي. بص راسها عامله كده. لا بقى سيدي يقوم بهذه الاخطاء، ده عيب صغير مقارنة بالدمى الأخرى. الدمى الأخرى ممكن تكون راسها طايرة ولا حاجة، متعرفش بقى. ما الأهم من ذلك هو أنني سوف أكون أعز صديق لك. طب ومال ومال؟ مش باين يعني، الموضوع مش مبشر بالخير خالص، بس ماشي. نلعب؟ هنلعب إيه؟ بلاش، في ألعاب في الخزانة. بتقول لي تجيبهم لي؟ هجيبهم، حاضر. في ألعاب في الخزانة، الخزانة اللي كان سيد الوجه الأحمر صح كان بيفتح الخزانة. أوبا، في إيه في الخزانة؟ الباب الموضوع ملبش ليه؟ ده مستخبي جوه ولا إيه؟ علقة. طب أفتحها بإيه؟ أحاول تاني. ماشي، مفيش، مش نافع. أعمل إيه؟ مش نافع. إيه ده الدمية جعانة؟ أكلك إيه طيب؟ بتاكل إيه؟ بتجوع إزاي؟ اهدى، انا اللي هاكل والدميه هتحس باللي انا باكله؟ يعني انا باكل مكانك؟ انا اول مره اشوف كده، يعني انا هاكل ماشي. اهدى، ده ايه ده يا جماعه اللي بيحصل دوت؟ يعني ربطوا الولد كل حواسه ومشاعره بالدميه دي. واو، هذا مدهش، انه لا مدهش حقا. عايزين ناكل الدميه. انا اكل يعني عشان الدميه تحس بالايه؟ ان هي شبعانه. طيب اجيب لك اكل منين؟ ما عنديش حاجه تتاكل. هي افتح لك التلفزيون. طيب استني، في صوت يا جماعه، في صوت. لا قفل الابواب، ده بيخط اهو. الثلاجه اهي، انا عايز اامن بس اني مقلق. طب الاب والام راحوا فين؟ ما البيت مقفول اهو، هرب ولا ايه؟ ايه ده؟ الكرسي ده ماله بقى؟ ايوه كده، حطيت الدميه على الكرسي. الدميه معوقه، بصوا رقبتها عامله ازاي. طب احط الدميه في الميكروويف ولا اعمل ايه؟ والله احطها واكلها هي وخلاص، انا هعمل ايه بدل وجع القلب ده؟ ايوه التلاج، ايه ده؟ باسورد للتلاجه؟
انا كده كنت بقرا اللي على التلاجة، تواريخ التصنيع والحاجات اللي هي معلومات ما تهمناش، انما كده انا بفتح الباب اهو بيفتح معايا عادي، في اكل اهو، مفيش في التلاجة غير ايه، حتة الايه، حتة اللحمة دي ناخدها وبقى تتحرك، انا مقلق منك. هنحطها في الميكروويف. هاي بيستوي بيستوي بيستوي، اوبا هي الاكل، تعالي خدي كلي، ولا انا المفروض اكل؟ وانا المفروض اكل؟ طب احط الطبق، انا اكل هي هتتبسط، يعني انا اكل هي هتشبع الدميه، ما تعرفش ازاي. طيب ده هاكل اهو، اهو هتعمل لي خدعه سحريه في الاكل ليه؟ طيب ما تسيبيني اكل، يخرب بيت الدميه دي، اعملي يا ستي، ابقى بيرجوها كمان، ولد بقى صغير عايز يشوف، ماشي اعملي لي. هتخلي الطبق ده ما يخلصش ابدا؟ طب انا كده هتخن. ايه ده، كل ما اكل هيرجع يتملى تاني ازاي؟ الله الله، ازاي ده؟ ازاي؟ املي تاني. تقدري تعملي ايه تاني؟ ها تعرفي تعملي ايه تاني؟ ايه ده؟ لا 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 ما فيناش كده، لا 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 بصي معلش، ما في، لا 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 لا، شغل الالفنده ده، لا لا لا، هتفقعها في دماغك، هتفقعها في دماغك. ايه ده؟ هي اللي شربت؟ ده ايه ده يا جماعه؟ مش انت قلت ما بتشربيش؟ لا لا لا، ايه ده ايه ده؟ لا ما اتفقناش على كده، لا ايه الرعب ده؟ ايه المنظر ده؟ لا اعلم، ده يبقى ده سيد الوجه الاحمر، سيد الوجه الاحمر، ولا الزجاجه، سيرك اوف، سيرك ابي مؤخرتي بلا شك. ابو صح لو جلق الاسم هيقول له يا ابن الكلب تعالى خد. امل انه ما زال نائما. اه فوق ده ما تتفتحش، ممكن يكون نايمين فيها فعلا. أبيك؟ لا تقلق بشأن هذا، أخذوا سيدي بعيد، أوبا وديته أبويا فين؟ يا بنت الكلب وديته أبويا فين؟ أنت بتقول إيه؟ الواد بدأ يقلق، الواد حاسس إن في حاجة مش طبيعية، هيروح بقى يشوف في الأوضة أبوه موجود ولا لأ؟ لعبة لبش لبش، فين الأوضة؟ إيه الأوضة دي؟ أيوه ده في دمية تقى، أوه أوه ده في دمية تانية. هم عاملين دميه لابوه كمان ولا ايه؟ اين ابي؟ كما قلت اخذها سيدي، دي نفس دي متصله بالدميه اللي بره ولا ايه؟ ليه؟ عمل ايه؟ عشان ابويا راجل سيء؟ ليه كده؟ بيصرخ فيها بدران ان انتوا مالكم؟ اباء مثل ينتهي مطافهم بحبسهم من قبل سيدي لحمايه الاطفال مثلك. ايه ده؟ انتوا مالكم؟ هاتوا بابايا، هاتوا بابايا، انتوا مالكم؟ الله طب انت مالك؟ الله هاتوه انا عايزه، مالكوش دعوه بيه. الله انت مال، اوف طريق بعيد. طب ماشي قول لي ايه الطريق المختصر، ماشي قول لي، دخل خزانه، ماشي انا رايح على الخزانه. ايه ده ود ابويا فين ولاد الكلب دول؟ في صوت كان غريب كده يا جماعه، ود ابويا فين ولاد الكلب دول؟ الله انتوا مالكوا؟ يصرخ يزعق، انتوا مالكوا؟ ايه ده الدميه دي جت هنا ازاي؟ هو ده في دميه في كل مكان يا جدعان؟ دول منتشرين، دول كتير قوي، ما بتفتحش، طب اعمل ايه؟ ايوه يبقى الخزانه دي ما ينفعش استخدم خزانه بابا وماما، فين بقى؟ ديت تعمل كبوابات، ماشي يا سلام حلو، اقدر اروح اي مكان واروح المكان اللي حاجزين فيه بابا، جميل قوي اجربها يلا، حلو قوي. لا مفيش حاجه، نسيت ايه؟ ايه تاني ده شغلانه يا جدعان، كل شويه يقول لي افتح الخزانه، طب ماشي الخزانه ما بتفتحش، طب روح خزانه والدك، طب خزانه والدي ما جواهاش حاجه، هات الراديو وحطه قدام الخزانه. ايه يا جدعان تشغلوني؟ فين الراديو ده؟ ده الراديو لازم احطه قدام الخزانه اهو، خلاص دي. ماشي استخدم التردد. ايه ده؟ لازم اجرب واحدة ثانية. ايه ده؟ ايه ده؟
يبقى دي. ها تمام، يلا ماشي ماشي، خليك انت، انا اروح انا بقى، باي باي انا بقى. ايه اللعبة دي يا جماعة؟ لعبة غريبة ومريبة كده. في عربية مهجورة وعربية خربانة خالص، ومكان غريب وفاضي مفيش الا انا، وفي ايه ده؟ وفي نار هنا. طب ابويا فين؟ ابويا فين يا ولاد الكلب؟ ايه دي بقى؟ دمعين مفقوعة دي ولا ده ايه دي؟ اهو في حفرة. طب ده ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ قطة. ما الأحوال؟ أنا كويس، أنا أبحث عن أبي. أوصف أوصف أنا أوصف. هو في حد غيره؟ أنتوا محتاجين حد غيره ولا إيه؟ أبويا اسمه بروس. بروس مش براس واحدة. قطة. لحظة، بتدور في الدفاتر عندها موجود عندهم ولا لأ؟ هناك العديد من الأشخاص. في بروس كتير هنا؟ طب أوصف بقى. راسه مدورة. بروس طيب أم سيء؟ يعني هو يعني بيغضب شوية، مش سيء مش سيء. انتوا مخلينه سيء بالعافية ليه؟ يعني هو بس عصبي شوية. صفات أكتر، يصرخ كثيرا. أعمل إيه تاني؟ بيضربني، ده صفة ديت. ويصفعني. وماذا بعد؟ كل شيء. الباب وراك، ماشي. اوه ده الباب اللي هيدخلني. ايه ده بقى؟ اوه 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 خوفتني بصراحة. انتوا مين؟ انتوا اطفال؟ ده منظر اطفال؟ ده منظر اطفال عرر؟ ده منظر اطفال؟ انتوا كمان بتدوروا؟ يا اهلا، تعالوا يلا نتجمع صحبة كلنا مع بعض ونقعد ندور بقى على اهالينا. ماشي انا معاكم. لا انا لوحدي مش فاضلكم، هروح انا ادور لوحدي. انتوا مع نفسكم دوروا كده ده منظر واحد بيدور، ده قاعد ما انتخ. طب انت بتدور فين انت؟ ومين دي؟ ايه ده يا جماعة ده؟ طب انت طالعة من مقبرة انت ولا طالعة فين انت؟ ده ايه ده يا جماعة؟ اللعبة دي لفش خالص. هنا ده الطريق، هخش كده واشوف. يلا بس الله ما يرجعونيش تاني. الله بقى 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 بقى. ام ست مش ام ايد مشلوله دي ولا ايه؟ ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ده ابويا؟ انتوا عملتوا فيا ايه يا ولاد الكلب؟ يا لهوي. ايه ده انتوا عملتوا فيا ايه؟ انا عاقبتك يا ابني، انا جيت جنبك. تعالى تعالى نروح البيت، والا السيد اللي واجه الاحمر هيجي لنا. يا عم انا عملت لك ايه؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ هم عملوا في ايه ولاد الكلب؟ في كارت تعويذه يا جماعه. انا مقلق من اللعبه دي يا جماعه، نتلبس ولا حاجه؟ تعويذه ايه يا جماعه؟ الله، انت مين يا ست؟ مش دمه؟ الله، ام رقبتها اتكسرت ليه؟ الله الله بتقول له انت انا مستخبي، خدوا ابويا، خدوا ابويا. ايه ده طفل؟ ده منظر طفلة يا جدعان. ايه ده؟ امه مبسوطة بتقول له ده خبر مفرح يا بنت الكلب. انا مش بهزر، ده قصة طويلة أوي هشرح لك. كيف حال دميتك روي اليوم؟ هي على ما يرام. دميتي؟ طب أنت عرفت إزاي؟ صح، عرفت إزاي؟ إيه ده؟ يعني أنا بخرف؟ بتقول لي بالطبع عارف بأنك لم تأخذ دوائك اليوم. الله، يعني أنا بخرف يعني؟ أنت ولي. الله، أنا بعاني من الهلاوس؟ أنا كل مرة أحكي قصة مختلفة، وكل مرة نفس الدمية الغبية دي، الحاجة المسؤولة. أنت يا ست، يا أنت، لا مش فاكر حاجة، مش فاكر حاجة من اللي فات.
الله، بتقول لي راح نام، يعني انت بتخرف راح نام. الست دي وراها حاجة، الست دي وراها سر. وليه يا رشان انا بخرف؟ ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ الست دي شكلها بتستعبط، وهي اللي عامله كل ده. بتقول لي انت جرالك ايه يا ابني؟ انت بخير؟ دي شكلها بتستعبط يا جدعان. ايوه انا اتحسنت، كان ذلك صاحب الوجه ابن اللذين الاحمر. خلاص ماشي، هتاخد اجازه وتعتني بيا. ماشي بجد يعني؟ اللي هي دايما بتتاخر بتقول لي هاخد اجازه عشانك يعني. وبعديني طيب؟ خلاص بعد يعني؟ ماشي هروح انام. حاضر يا مام، حاضر يا مام، هروح انام. الله، امي انت فين؟ الله، كسرت الوعد تاني، قالت لها تقعد معايا وما قعدتش. ايه ده؟ دي امي، دي امي، دي الدميه دي. انت مالك؟ حصل لك ايه؟ سيدك ضربك؟ يا عيني، عشان الازازه اللي اتكسرت يعني، ولا عشان ايه؟ ما شفتش امي؟ اخدها سيدي بعيد. الله، خد امي كمان يا اولاد الكلب. ياني 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 ياني، هياخدني انا كمان، ده خربت خالص. طب انا احاول اهرب بقى. لا بس انا عايز انقذهم، انا عايز انقذ ابويا وامي. كيف الا ترى ما فعلوا بي؟ مالجيش دعوه، انا بتخوفني قال يعني عشان ما اروحش انقذهم. ايه ده؟ ايه الكارت ده؟ انا كنت عثرت على ده هناك، صح. ده ايه؟ دي ممكن تساعدنا في هزيمة السيد الوجه الاحمر؟ ممكن دي التعويذة؟ طب ماشي، هروح الخزانة ادور بقى في الخزانة على امي. وطبعا هحتاج اجيب الراديو تاني. اكيد ده مش هجيب الراديو، هخش على طول. يا سلام، الله، هيبقى نفس المكان. ايوه هيبقى نفس المكان. ده الاطفال دول مال لسه بيدوروا؟ اللي خايفين من حاجه. ايه ده؟ شكلها في حاجه هناك يا جماعه، عند الباب، الباب ده في حاجه. انا مقلق، انا خايف. اوف، اهي قاعده هناك اهيت، وانت جايه بتعملي ايه؟ انا متعوزه واجري. انت شو واجري؟ ماشي، بتعملوا ايه هنا؟ اشوف بقى ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ هما كمان رموا التعويذه ولا ايه؟ اوف، ابو رجلي مسلوخه جاي. اوف، ايه ده؟ اوه، خفس كبير ده ولا ايه؟ يا لهوي، ده راح يعمل فيهم ايه؟ اوف، ده في الباب بيعمل ايه ده؟ اوف اوف اوف، ده عامل ايه اللي حصل ده يا جماعه؟ ايه ده؟ الدمية اتحرقت. الله، الدمية اتحرقت. هذا ما هزم سيدي، وسحر الذي وضع الي صار يتلاشى. احسن، انت بتختفي. هيا اخرج كي ترى والديك. بجد يعني لو خرجت هلاقيهم؟ فين فين؟ ايه ده؟ في حد هناك اهو، انا مقلق. ايه ده؟ ايه ده؟ هم بالشكل ولا بيعملوا ايه؟ ايه ده؟ هم فعلا ابي امي. انا خرجتكم. اوف، تضربها بالقلم يا ابن الكلب.
بتعمل علاقات مع رجل اخر ايه بيشك فيها بقى، لان كانت كذا مره تيجي متاخر كل شويه، لا انت مش تشفق عليا، لما بقول لها في النادي يقول لي انت مش تشفق عليا، انا مش اتاري. قلت لك ان كنت مشغوله. مشغوله بايه؟ عملك ايه ده بالظبط؟ عملك ده اللي بتعمليه يا لئيمه؟ ايه ده، منظره شرير قوي، كاذبه، حملت تلك العيله الرجل اخر، مش من نفسك يا وليه، وانت فاكر نفسك احسن من خناقات بقى ازواج بقى، تقعد تقول له انت فاكر نفسك احسن مني، انت قاعد طول الوقت في البيت تستغلني، انت من اي نوع من الاباء انت؟ انت بتحضري المال ازاي بالظبط؟ انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ انت طيب بتقول له انا عماله بشتغل واجيب الفلوس عشان ادعم ولدي، ما انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ قول له ان كنت لا تظن انني عاهره ستهلك نفسك اكتر من الان. اوب يا بنت الكلب، طب انت بتضربني انا ليه؟ انا مالي؟ ولا هو بيضرب؟ مش فاهم، ده انا ولا انا محشور بينهم ولا ايه؟ مش فاهم. اوبا عايزين يتطلقوا، لازم حد يمشي، امشي انا واسيبكوا؟ طيب لو لقيتك بكره هرحل مع ابني، دي ما هتمشي خلاص. اوبا باي باي بالسلامه، خلاص هعمل لك ايه؟ انت ما جبتليش هديه. ايه ده، الاب بيعمل ايه؟ بياكل؟ ايه ده، الازازه دي مش كانت اتكسرت؟ رجعت سليمه تاني ازاي؟ لا ما تجنوناش بقى، الازازه دي كانت اتكسرت، رجعت سليمه تاني ازاي يا عم؟ في انت هتخوفنا؟ يلا ايه ده، هو سيد الوجه الاحمر ولا ايه؟ اتحول وشه، بصوا ايه ده اتحول لسيد الوجه الاحمر. ايه ده، ايه اللي حصل ده يا جماعة؟ والدنيا ظلمت ايه ده، ايه ده، ده انا؟ الله، ايه ده، ايه ده، ايه كسر الدمية التانية؟ ايه ده بقى، لا لا لا، الظهر الواد ارتبط بالدميه، لا يمكن ان يكون هذا صحيحا، عرفت ان ابو سيد الوجه الاحمر الدميه. اسف جدا رون، ايه ده، اقدر افتح الخزانه دلوقتي؟ ايه ده، دي كمان الدميه كمان التانيه اتحرقت، اقدر افتح الخزانه دلوقتي اللي كانت مقفوله، كانت مسحوره. الله، دميه تالته ولا ده مين ده؟ ايه ده بقى، مين ده؟ ده بوش مسلوخ، انا ده، انا اللي جوه البتاع دي؟ ايه ده، لا انا اللي جوه ده، لان الجزء العالم منك يعني انا جاهل. حاولت انكار ورفض هذه الاشياء، ولفت قصصا لتشعر بتحسن حال نفسك ولا؟ يا سلام، يعني انت الدميه دي المفروض ترجعني للواقع؟ طب ماشي، طيب ماشي، طب وبعدين؟ تيك توك بوم، تيك توك، ايه ده، هو قتله؟ ايه ده، يعني ابوه قتله وحطه في الخزانه؟ امال انا شبح ولا ايه؟ مش فاهم، ايه ده، ايه ده، 14 يوم يعني ايه؟ يعني انا الوقت ايه، الشبح بتاعي ولا ايه؟ مش فاهم كل ده. طب هم راحوا فين؟ طيب هو بيختبئ في فندق رخيص؟ ايه ده، ده جالي، ايه ده بقى، ده سقعان، اوف، اه
طبعا ما انا مش موجود، امال يعني ايه بقى اللي بيحصل في اللعبة دي؟ مش فاهم يعني، انا مش فاهم يعني. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. طب امي فين؟ هي لسه شايفاني؟ هذا صحيح، لأنها لا تتواجد في المنزل إلا في وقت متأخر. طيب ما هو، طب في الصباح يعني، أنا مش فاهم هي بشايفاني بناي. إيه ده، أمه جت أهي. أيوة يا مام، أمه جاية تشوفني في الدولاب. يا سلام، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ اللعبة الغريبة دي. قبضوا على الست، بيقولوا لها جوزك فين؟ عشان هو اللي قتل الولا، فبيقولها جوزك فين؟ اعترفي. اسقطت شيئا سيدتي. وقع منها بتاع السحر ده. ما هذا؟ اوبا، بطاقة عمل لفندق، لكن لست متأكدة انها ملكي. الله، طب يبقى ده الفندق اللي هو فيه. ايه ده، عرفوا عرفوا مكان اللي هيروحوا يقبضوا عليه. ده شكل الشرطة أصلا يرعب، فضائيين دول ولا إيه ولاد؟ إيه المنظر ده يا جدعان؟ اللعبة على بعضها كده لبش. قبضوا على الأب خلاص، وأنا اللي كنت عمال أقول عليه طيب، هو بيصرخ بس شوية وبتاع، طلع مش تمام. قبضوا عليه، قبضوا عليه. انا صحيت. ايه يا جماعه ده؟ صوت حاجات بتفرقع بره مع لعبه رعب، الموضوع مش ظابط خالص. الموتوسيكلات اللي بتفرقع دي انتشرت قوي. ده خلصت اللعبه؟ اوف، والاطفال دول لقى ابوهم ولا ايه؟ ايه ده؟ اقسم بالله يا جماعة، نهاية اللعبة دي خلتني اشعر. اللعبة دي انا فهمت، اللعبة دي يا جماعة عشان خبر، طب ليه وجع القلب ده؟ بس انا فهمت دلوقتي، اللعبة دي الاب والام دول اب وام وحشين. الام كل شوية مشغولة ومش بتهتم بابنها، والاب عصبي وبيضرب ابنه، بيصفعه بالقلم وبيشتمه وبيهزقه. الولد اصلا عايش حياة صعبة يعني، انتوا متخيلين؟ بدل ما ابوه وامه يربوه بقى ويعملوا كل اللي نفسه فيه ويبسطوه كده، عمالين على طول في مشاكل ومتخلين عنه، والاب كل شوية يعنفه، وفي الاخر كمان ايه؟ الام والاب لما تشكلوا مع بعض وقالت له انا هاجي تاني يوم لو لقيتك موجود في البيت هاخد ابني وامشي، فهو حب يعكنن عليه. يا لهوي يا الخبر، يا خبر، حب يعكنن عليها عشان ما تعرفش تقدره وتاخد ابنها مقتله. يا خبر يا خبر.
انا اعتقد بقى ان ده يعني اللعبة دي ممكن يكون ده كابوس بيجي للاب، يعني هو الاب بعد ما قتل الولد راح قعد في فندق رخيص، ممكن يكون عشان مستخبي يعني ما حدش يعرف يوصل له كده، وكل شوية بقى يجي له كوابيس، ابنه عمال يطلع له في الاحلام، عشان كده كان في لقطة كل شوية يقول له يا ابني بطل تعاقبني بطل تعاقبني، اتاري عمال كل ده يطلع له في العلم كوابيس من ساعة ما قتل الولد. واللي يغيظ بقى ايه، بصوا يا جماعة، ان الولد رغم ان ابوه وامه يعني وحشين كده، لكن كان بيحبهم وما كانش يتمنى لهم اي اذى. او يا جماعه ايه يا جماعه، ده القصه لعبه صعبه صعبه، ايه ده بقى ايه ده؟ لا وكمان ايه، بصوا بقى في اللقطه الاخيره ديت، بصوا هنا الثلاث عيال دول حصل فيهم نفس اللي حصل في الواد ده، ابعتهم برضو قتلوهم بطرق مختلفه بقى. يعني مثلا عندك هنا البنت دي بصوا طالعه من مقبره يعني ابوها دفنها حيه، وفي الواد ده ابوه حرقه، يا جماعه ايه ده يا جماعه، وفي الثالث دوت ابوه خنقه في شنطه العربيه، ايه ده يا جماعه، ايه ده، ايه اللعبة دي؟ اللعبة دي جماعة بتجسد قصة واقعية عن الاب والام اللي مش سائلين في ولادهم وطول الوقت يعنفهم وطول الوقت مش مهتمين بيهم، وكمان الامور اللي بتوصل في الاخر ان ممكن الاب بيقتل عياله. قصة صعبة، قصة صعبة، باد برانتنج، باد برانت الاسم صح، باد برانتنج. الفكرة ان دي مش تربية سيئة، بتموتوا الولا اصلا، يعني يا ريتهم حتى صعبة صعبة، قصة مؤثرة جدا، ما كنتش اتخيلها اللي كده. عارفين يا جماعة في العاب رغم ان ما بتبقاش، يعني انا طبعا انتوا عارفين ان انا واحد بحب قوي العاب الاكشن والحروب والجرافيك العالي والكلام ده، لكن حتة لعبة زي دي صغيرة جدا وجرافيك مبكسل حتى مش محصل ماينكرافت، اثرت فيا جدا يعني.